اسمحوا لي في البداية نيابة عن الرئيسة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأسرة عن نفسي أن أشكر السيدة الوزيرة على دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة الهامة حول استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي في المغرب نحو رؤية مشتركة وشاملة وكذلك الورشات التحضيرية لها. كما نسجل في المجلس بارتياح مصادقة المملكة المغربية على توصية منظمة اليونسكو الصادرة في 23 نوفمبر 2021 وإعلانها تبنيها في مارس 2022 خلال زيارة المدير العام لهذه المنظمة. لا يخفي عليكم أن استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في تزايد مستمر وهو ما يمكن البشرية الاستفادة من ثمارها في الولوج إلى الحقوق والحريات. كما تعرف بلادنا طفرة نوعية في البحث العلمي والصناعة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ويمثل ذلك فرصة هائلة لبلادنا وستمكن لا محالة توطين التوصية وتنزيلها وطنيا توصية اليونسكو لأخلاقية الذكاء الاصطناعي من تعزيز مكانة المغرب في هذا المجال. السيدات والسادة، تحمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أثارا سلبية بل كارثية إذا تم استخدامها من دون إلى اعتبار كافي لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان. لذا من الضروري للغاية أن نجري تقييما منهجيا لتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي وأن نرصدها من أجل تحييد المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان ومن أجل التخفيف من حدتها. كان هذا مقولة للسيدة ميشيل باشلي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شتنبر 2021. ومما يعزز انشغالنا كمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان إصدار منظمات أممية كاليونسكو واليونيسف الصحة العالمية لعالم الاتصالات وأخرى إقليمية وجامعات وشركات خاصة لمواثيق أخلاقية خاصة بالذكاء الاصطناعي تضع حقوق الإنسان في جوهرها. السيدات والسادة، منذ 2019 استطاع المجال باهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وليس فقط لأن النقاش الدولي كان محتدما حينها ولكن لأن المجلس كمؤسسة وطنية وآلية للاتصال قريبة من المواطنات والمواطنين كان قد رصد عدة إشكاليات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في نظم الذكاء الاصطناعي. هكذا عمل فريق عينته رئيسة المجلس على جميع الشكايات والملاحظات التي تهم أثر الذكاء الاصطناعي في المغرب وتم تبويبها حسب الحقوق. ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى إجراء مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة في المغرب وطنيا وجهويا شارك فيها أكثر من 20 قطاع وزاري أو مؤسسة دستورية أو وطنية 20 شركة إعلامية 15 شركة تكنولوجية بالإضافة إلى الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والفدرالية التابعة لها 25 جامعة ومدرسة ومركز بحثي 10 جمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى متخصصين في المجال وخبراء في الموضوع. وعمل المجلس على إصدار تقرير تركيبي يتضمن نتائج الرصد ومخرجات هذه اللقاءات التشاورية بما فيها مساهمات بعض المشاركين الحاضرين معنا اليوم. ونظم المجلس بعد ذلك في دجنبر 2021 ويونيو 2022 وكنتم ممثلين في هذه اللقاءات ونظم ذلك بشراكة أيضا مع اليونسكو لقاء ومنتدى دولي حضره خبراء رفيع المستوى من القارات الخمس فيه رؤساء جامعات مغاربة ودوليون رؤساء وأعضاء اللجان الخاصة باليونسكو والإي3E كالهال بمجلس أوروبا واللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وبرنامج هارفارد الخاص بأخلاقية الذكاء الاصطناعي إلى آخره. عمل المجلس على نشر أشغال اللقاء المنظم في دجنبر 2020 بينما سيعمل على نشر الأشغال الملتقى الدولي الثاني في الأسابيع القادمة. السيدات والسادة، ما يهمنا دائما من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هو ضمان عدم انتهاك الخوارزميات والتكنولوجيات القائمة على نظم الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان واحترام حرية التصرف والاختيار دون توجيه أو تضليل وحماية الخصوصية وسرية البيانات وعدم تكريس أشكال التمييز والصور النمطية لا سيما القائمة منها على النوع الاجتماعي وبسط شفافية القرارات والإجراءات المعززة بنظم الذكاء الاصطناعي وتفسير طرق اتخاذها وضمان سبل الطعن والانتصاف والمساءلة والنهوض بتعميم الاستفادة من ثمار التكنولوجيا بشكل متساوي بين الجميع وهي المقاصد التي يتقاطع جزء كبير منها عموما مع توصية اليونسكو موضوع نقاش اليوم وقد جاءت في كلمة السيدة الوزيرة مشكورة في بداية هذه اللقاء. في هذا الصدد مرة أخرى نتمنى تنظيم هذه المبادرة واللقاءات التشاورية التحضيرية لها وندعو كافة الفاعلين على الانخراط في ورش تنزيل التوصية كما ندعو إلى الانفتاح على كافة المتدخلين وأصحاب المصلحة سواء في تطوير وابتكار أو تجويد واستعمال نظم الذكاء الاصطناعي ويظل المجلس السيدة الوزيرة
منخرطا في هذا الورش ومساهما في هذا الموضوع كقوة اقتراحنا من منظورنا في المؤسسة الوطنية الدستورية لحماية حقوق الإنسان والمهود بها.